حكم وأحاديث رشاد، نور بقلوب العباد، أقوال الهادي وبني، ومضات في خير الزاد. حكم وأحاديث رشاد، نور بقلوب العباد، أقوال الهادي وبني، ومضاة في خير الزاد. الإنسان عندما يرى جمال وجهه فليقل: اللهم كما حسنت خلقي حسن خلقي. طبعا التحسين هنا بمعنى غير الجمال، كل واحد منا رب العالمين حسن وجهه، التناسب في الأعضاء وغيرها. في خير الزاد، خير الزاد، خير الزاد، خير الزاد. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، ذريعة للمناجات مع رب العالمين. يا رب اجعل خلقة الباطنية في أحسن تقويم، وهذا المعنى لو استجيب لك لكنت من كبار الواصلين إلى درجة الكمال. حديث رشاد، نور بقلوب العباد، أقوال الهادي وبني، الذين آمنوا وعملوا الصالحات ما هو جزاؤهم؟ لهم أجر غير ممنون. البعض نعم فسر ممنون هنا بغير مقطوع، يعني بمعنى الخلود، إذا دخلت الجنة فأنت خالد فيها، هذا الأجر لا ينقطع. خير الزاد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. على مائدة سورة من سور القرآن الكريم، وهي سورة التين والزيتون، وفيها مضامين بليغة مؤثرة، لأن هذه السورة بعد القسم بالتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين، أربعة أقسام متوالية على مقسم على مقسم عليه واحد، وهو قوله تعالى: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. هنا أريد أن أخذ وقفة قصيرة في هذه الآية، هي هذه الوقفة خارج عن التفسير ولكن ذريعة ومقدمة لمناجاة رب العالمين، مناجاة بليغة. الطفل الجنين عبارة عن نطفة ملقحة، نطفة الإنسان مع بويضة المرأة، هنالك خلية ملقحة، ثم هذه الخلية تتكاثر تتحول إلى علقة، قطعة من الدم المتجمد، ثم رب العالمين يكسي العظام لحما إلى أن يخرج طفلا سويا. يعني حقيقة 9 أشهر هل تكفي لهذا الخلق البديع؟ أحدنا لو مثلا دخل دورة هكذا تدريبية علمية في 9 أشهر لا يصل إلى درجة علمية يعتد بها. الجامعات من السنوات 4 إلى 8 فما فوق، هذه الأشهر ضائعة في حياة الإنسان، ولكن رب العالمين ينمي هذه النطفة على رأس الشهر 9، وقبل ذلك أيضا يتفق رب العالمين يخرج هذا الخلق السوي موجود ذو روح، بعد فترة يتكلم ويضحك ويبكي وهو مصدر الأنس الوالدين. أقول ما الذي جرى في هذه الأشهر 9 في ظلمات، في هذه الظلمات، ظلمات بطن الأم، ظلمة الليل، المشيمة إلى آخره. رب العالمين تولى تربية وتنمية هذه النطفة. لو أنه هنا بيت القصيد،
لو أن الله عز وجل صار بناؤه على تولي روح الإنسان ليخرجها من مرحلة النطفة إلى مرحلة الكمال، لو تبنى ماذا سيصبح؟ يصبح هذا الموجود في أعلى درجات الجمال والكمال. ولكن الحاصل أن رب العالمين يقول: أنا خلقت هذا الطفل وسلمته لكما أيها الأبوان. عندما يخرج الطفل من بطن أمه يتغذى من صدر أمه، انتهت المشيمة. رب العالمين كان يغذيه في بطن أمه، هو المتولي للأمر، ولكن الآن يقول للأبوين: دونكما هذا الرضيع. طبعا كل البركات من الله عز وجل آخر العمر. أقول في مقام الظاهر هذا الطفل يسلم إلى الأبوين، ولكن نتفاجأ بعد سن البلوغ في العشرين والثلاثين وإذا بهذا الصبي الذي خلقه الله في أحسن تقويم يصبح من كبار المجرمين، من كبار الفراعنة. إذن الدرس العملي أنه تقول: يا رب، أنت الذي استلمت هذا الأمر، توليت هذا الأمر، خلقتني من نطفة أمشاج لم يكن الإنسان شيئا مذكورا، وإذا أنا أخرج طفلا سويا. يا رب، هذه اليد الحانية، يد الرعاية التي تولتني في بطن أمي، هذه اليد لا ترفعها عني. نعم، هكذا نقول لرب العالمين: لا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا. إذن في سورة التين هكذا إشارة، كأنه هذه الآية تجعلنا نحول هذه الآية إلى محطة مناجاة مع رب العالمين. طبعا هذا المضمون لم نره في دعاء بعينه، ولكن ما المانع أن تتحدث مع رب العالمين بهذا المنطق؟ من باب المثال، المؤمن كل شيء يحوله إلى مناجاة والذكر. تنظر إلى نفسك في المرآة ترى وجها جميلا، وجها سويا، وخاصة في النساء. الإنسان عندما يرى جمال وجهه فليقل: اللهم كما حسنت خلقي حسن خلقي. طبعا التحسين هنا معنى غير الجمال، كل واحد منا رب العالمين حسن وجهه، التناسب في الأعضاء وغيرها. إذن لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ذريعة للمناجاة مع رب العالمين. يا رب، اجعل خلقة الباطنية في أحسن تقويم. وهذا المعنى لو استجيب لك لكنت من كبار الواصلين إلى درجة الكمال، ثم رددناه أسفل سافلين. وفي ختام الآية هذا المعنى ذكرناه سابقا: قوس النزول وقوس التقهقر. ولكن الله عز وجل يستثني من هؤلاء الذين آمنوا وعملوا الصالحات. ما هو جزاؤهم؟ لهم أجر غير ممنون. البعض نعم فسر ممنون هنا بغير مقطوع، يعني بمعنى الخلود، إذا دخلت الجنة فأنت خالد فيها، هذا الأجر لا ينقطع. والبعض فسرها بعدم المن، يعني رب العالمين لا يمن عليك أنه أدخلتك الجنة وعملت بك كذا وكذا. هذا التعبير من موجبات الاعتراف بالمنة الإلهية على عبده. فما يكذبك بعد بالدين؟ رب العالمين يقول: ما الذي يجعل الغير يكذبك بالدين؟ ما الذي يجعل الغير يكذبك؟ أليس الله بأحكم الحاكمين؟ يا رسول الله، دعهم يكذبونك، ولكن هذا التكذيب له أمده. يأتي يوم من الأيام رب العالمين يحكم بينهم، يحاكمهم، هو أحكم الحاكمين. متى؟ في ذلك الظرف الذي رب العالمين يضع الموازين القسط
ويحاسب الخلق على سوء أعمالهم أو على حسن أعمالهم. إلهي بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، اللهم اجعلنا من الذين أكرمتهم بكرامتك ولم تقطع عنهم لطفك طرفة عين، إنك على كل شيء قدير. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.